مشاهدينا الأعزاء أهلا بكم، ويتجدد لقاؤنا معكم في جولة جديدة لبرنامج منشيت الصحافة. يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فيصل الشريفي، ويرافقنا أيضا في هذه الحلقة رسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب. أرحب ضيفي الكريمين في هذه الحلقة من منشيت الصحافة. أما الآن مشاهدينا نبقى مع أبرز ما تناولته الصحافة المحلية بعد هذا الفاصل. نبدأ جولتنا بهذا العنوان من صحيفة الرأي. سمو الأمير يرعى اليوم تخريج 400 ضابطين من أكاديمية سعد العبدالله يمثلون الدفعة 45 للطلبة الضباط، منهم 379 كويتيا وثمانية أردنيين وسبعة قطريين وخمسة يمنيين وثلاثة بحرينيين. صحيفة القبس نقلت عن رئيس مجلس الأمة هذا المنشيت الغانم: الكويت ستكون آخر من يطبع مع الكيان الصهيوني. فيما يتعلق بهذا الخبر، إذن الكويت هي ستكون آخر من يطبع مع الكيان الصهيوني، كيف تعلق على تصريح الغانم؟ الأخ رئيس مجلس الأمة يمثل الشعب الكويتي، وهذا يعني قرار الشعب الكويتي اتخذ منذ اللحظة الأولى لاغتصاب أرض فلسطين. تطابق تصريح نائب وزير الخارجية مع كتصريح رسمي برفض التطبيع، وأن هذا الحدث أو الصورة اللي تم التقاطها كانت على هامش المؤتمر ولا تعني بأي حال من الأحوال أن الكويت تسعى للتطبيع في ظل هذه الظروف وفي ظل غياب المباحثات الجادة وفي ظل غياب إرجاع الحقوق للفلسطينيين، وأيضا ما نشهده باستمرار من غطرسة من الكيان الصهيوني تجاه أخواننا الفلسطينيين واستمراره في اغتصابه للأرض وبناء المستوطنات. كل هذه القضايا جعلت من الكويت ملتزمة دائما في بعدها العربي وبعدها الإسلامي، ولن تخذل الشعب الفلسطيني في أي حال من الأحوال ما لم تتحقق مطالب عادلة يوافق عليها الطرف الأهم والطرف الأول اللي هو الشعب الفلسطيني. ولذلك ليس بمستغرب هذا النوع من الدعم لقضايا فلسطين والتأكيد على مواقف الكويت تجاهها، ولا شك أن هناك توافق رسمي وشعبي تجاه هذه القضية والتي لن تخرج إلى رمي يعني كل المطالبات الإخوان بفلسطين وكل هذه التضحيات. نحن ثابتون كشعب وحكومة مع كل ما قدم الشعب الفلسطيني من أجل إعادة حقوقه المشروعة. نعم. في خبر آخر ننتقل فيه إلى صحيفة الصباح ونقرأ هذا المنشيط: النائب الأول حريصون على تعزيز وتطوير العلاقات مع الصين. أيضا نفس السياق كتبت صحيفة الوسط أن وفدا يضم 35 شخصية من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية الصينية تفقد الجزر ومواقع طريق الحرير في البلاد. في صحيفة الجريدة نقرأ إشادة رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان الخليفة بالدور الذي يطلع به سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ومبادراته الخيرة التي تستهدف كل ما فيه صلاح الإنسانية وشعوب المنطقة والعالم. صحيفة الكويتية تناولت إعلان مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء أنه سيقيم سلسلة من الفعاليات والاحتفالات والأنشطة في الفترة من 25 من الشهر الجاري وحتى 2 مارس المقبل بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت. أيضا دكتور، فيما يتعلق بهذا الخبر، دللت اهتمام المملكة العربية السعودية بالاحتفال بالعيد الوطني الكويت في الكويت. لا شك أن البعد التاريخي والتآلف الاجتماعي بين شعب دولة الكويت وشعب المملكة العربية السعودية نراه حاضرا في كل المناسبات وفي كل ما يخص مصلحة الشعبين، ما هي غريبة على الإخوان في المملكة العربية السعودية احتفالهم في أعياد الكويت، عيد الوطني وعيد التحرير. وأيضا لا ننسى المواقف التاريخية الكبيرة اللي عاشها البلدين، وخاصة وأن
العمل يحمل اسم الملك عبد العزيز موحد المملكة العربية السعودية، و يعني التاريخ فعلا يحمل أشياء كثيرة إذا نستذكرها على عجالة. انطلاقة مسيرة التوحيد بدأت من الكويت نحو المملكة العربية السعودية، وأيضا تحرير الكويت انطلق من المملكة العربية السعودية. هذه المواقف تراها واضحة على العلاقة الأخوية اللي تنعكس ما بين الشعبين والمحبة والعلاقات الأسرية وتبادل الزيارات. وأيضا حقيقة يعني هالأيام نشاهد إخواننا السعوديين يحتفلون معنا ويتوافدون إلى دولة الكويت للاحتفال في العيد الوطني وعيد التحرير، وما هي غريبة عليهم. فعلا أواصر الصداقة عالية جدا، الأخوة عالية جدا، مصير مشترك يربطنا خليج واحد، منظومة مجلس التعاون الخليجي تجمعنا ويجمعنا كثير من القضايا الأخرى مثل النسب والدين والعروبة والمحيط الجغرافي. ففعلا ما نستغرب مثل هذه الاحتفالات اللي تقام على أرض الكويت من إخواننا وشقائنا في المملكة العربية السعودية. نعم. في خبر آخر نتحول فيه إلى صحيفة الأنباء التي ذكرت أن لجنة تحسين بيئة الأعمال الصغيرة والمتوسطة ناقشت في اجتماعها أمس اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين كل من وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة لمنح التراخيص اللازمة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإزالة جميع العقبات الموجودة لإقامة الأنشطة الموسمية في وقتها. عنوان آخر في صحيفة النهار: الاكتتاب العام للمواطنين في شركة البورصة نهاية 2019 أو بداية 2020 دون رسوم. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الصحف الدولية والعالمية بعد هذا الفاصل. الصدع بين ترامب وأوروبا هو الآن مفتوح على مصراعيه، تكتب النيويورك تايمز. فلطالما انزعج القادة الأوروبيون من أن كلمات الرئيس ترامب ورسائل تويتر يمكن أن تفسد التحالف عبر الأطلسي الذي كان أقوى على مدى 7 عقود. لقد تمسكوا بالأمل في أن هذه العلاقات يمكن أن تستمر رغم التوتر بين الجانبين، لكن في الأيام القليلة الماضية من مؤتمر أمني سنوي رفيع المستوى في ميونخ أصبح الصدع بين أوروبا وإدارة ترامب مفتوحا غاضبا وملموسا، كما يقول الدبلوماسيون والمحللون أن الخطر الأكثر إلحاحا كما حذر دبلوماسيون ومسؤولو مخابرات هو أن الشقوق عبر الأطلسية معرضة الآن لخطر الاستغلال من قبل روسيا والصين. نداءات بنس للضغط على إيران تسقط على الأذان الصم في أوروبا، عنوان بارز في صحيفة وول ستريت جورنال. وقال المسؤولون أن تصريحات نائب رئيس الأمريكي قد تضعف جهود واشنطن لتشديد التنسيق على الاهتمامات المشتركة. وقد تجاهل المسؤولون الأوروبيون نداء نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس هذا الأسبوع لتكثيف الضغط على إيران، قائلين أنهم سيواصلون الدفاع عن الاتفاق النووي لعام 2015 والبقاء على اتصال مع الحكومة الإيرانية. جاء ذلك خلال اجتماع قادة العالم في مؤتمر ميونخ السنوي للأمن. إذن دكتور، أيضا فيما يتعلق بهذا الخبر، بالأمس نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس تحدث، قال بأن على الأوروبيون اليوم الاعتراف بغوايدو زعيم المعارضة هو رئيسا لفنزويلا، وقالوا على الأوروبيين أيضا التخلي عن الدفاع عن إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن في المقابل ما تحدث به صحيفة وول ستريت جورنال تقول بأن الأوروبيين اليوم أمام أذان صماء ولا يصغون إلى كلام لا الرئيس الأمريكي ولا حتى نائبه، فبالتالي كيف تعلق على ذلك؟ منذ إلغاء الرئيس ترامب الاتفاقية النووية بين 5+1 بالضبط، وهناك توجه بعدم المضي قدما مع سياسة أوروبا، هي سياسة مبنية على مصالح مشتركة، مبنية على تفاهمات، لا يمكن للولايات المتحدة أن تنفرد بالقرار، وعلى أوروبا بهذا الحجم بهذه القوة الاقتصادية والعسكرية الهائلة أن تنصاع وراء كل القرارات. لذلك هذا التعثر كان طبيعي، خصوصا وأن إلغاء الاتفاق تم التحذير من عنده وعدم مباركته من قبل
دول الاتحاد الأوروبي مع يعني تطبيق لبعض البنود واستثناء بعض البنود الأخرى من مظلة الاتفاق. لذلك منذ اللحظة الأولى تهاوت خلنا نقول قضية التعاون والاتفاق المسبق على التعامل مع الحكومة الإيرانية. ما هو غريب أن أوروبا تبحث عن مصالحها في نفس الوقت. فعلا الرئيس ترامب دائما يأخذ قرارات مفاجئة يفاجئ فيها أصدقاء قبل خصومة. لذلك هذا أو هذه الأذن الصماء لم تأتي من فراغ، هي فعلا نتيجة قرارات لم يتم الاتفاق عليها والتشاور عليها ما بين وبابين الاتحاد الأوروبي الشريك الأكبر مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم، يعني إذا ما عدنا قليلا يعني لمواقف كثيرة لأوروبا امتثلت لقرارات الرئيس الأمريكي أو حتى يعني وقفت معه كحليف. يعني نتحدث مثلا عن موضوع العميل الروسي عندما اتخذت أوروبا مواقف ضد روسيا، هذا موقف. أيضا الموقف الآخر موضوع فنزويلا، أيضا وقفوا ضد الرئيس الحالي مادورو. فبالتالي عندما تنصاع لهذه الأوامر أو حتى هذه السياسة نوعا ما إذا ما تحدثنا، في المقابل يجدون معاملة غير جيدة أيضا من الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق، يعني نتحدث مثلا عن موضوع الانسحاب من سوريا دون موافقة فرنسا التي تعتبر هي يعني القوات الفرنسية متواجدة وحتى القوات البريطانية وأمثلة أيضا كثيرا أخرى. فبالتالي يعني هذه طريقة التعامل الآن ما بين الأوروبيين وطريقة التعامل ما بين الأمريكيين، إلى أي مدى ستكون بداية صدع ما بين أوروبا وأمريكا، وأيضا ستفتح المجال للدخول على الخط روسيا والصين للاستفادة من هذا الصدع؟ بكل تأكيد قضية التعاون والتفاهم الأمريكي الأوروبي كان حاضر لما في الرؤساء السابقين، لكن الآن رئيس ترامب دائما ينظر إلى وعوده الانتخابية ويحاول يطبقها على أرض الواقع بغض النظر منه معاه أو ضده. ولكون الولايات المتحدة تتحكم بالاقتصاد العالمي بطريقة أو بأخرى فهو يفرض هذه القرارات، لكن في المقابل الدول الأخرى تبحث عن مصالحها. ولما تكلمتي عن الصين وعن روسيا الآن التعاون التجاري فاق 100 مليار دولار في هذه السنة، يعني الأرقام العام الماضي الأرقام كبيرة، ولا يمكن التأويل على أن فقط الاقتصاد يدور في رحى الولايات المتحدة الأمريكية. رغم الإمانة الواضحة الاتحاد الأوروبي أيضا ينظر إلى مصالحه. الملف الإيراني ملف شائك جدا، هناك من يرى بالتصعيد وهناك من يرى بالتفاهم. أوروبا ترى أن الاتفاق النووي كان اتفاق عادل لكل الأطراف، ولذلك هي تحافظ عليه وتحاول أن تعيد إحياء مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن سمعنا بعض التقارير أن ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية ولا الرئيس ترامب أن يبحث هذا الملف من جديد، ولكن هناك ما زال بعض الأمور لم يتم اتفاق عليها بشكل وبصورة نهائية. نعم، في خبر آخر نقرأه من صحيفة الجارديان أن دونالد ترامب أبلغ الاتحاد الأوروبي بأنه يجب عليه استعادة مقاتلي إيدس 800 الذين تم أسرهم في سوريا من قبل القوات المدعومة من الولايات المتحدة ومحاكمتهم، وقال إن البديل ليس جيدا حيث أن واشنطن ستضطر إلى إطلاق سراحهم بعد بعض دول الاتحاد الأوروبي ولا سيما فرنسا. قالت إنها تستعد لاستعادة مسلحيها السابقين لكن المملكة المتحدة كانت أكثر مقاومة. الرئيس دونالد ترامب عبر منصته على تويتر قال في حال أن الدول الأوروبية لن تستعيد 800 شخص من تنظيم الدولة داعش فإنه سيطلق سراحهم في أوروبا. فبالتالي هو تهديد أيضا وربما يزيد من الصدع ما بين أوروبا وبين الولايات المتحدة. ولكن لماذا هذا التوقيت بالذات ليتحدث بهذه الصيغة؟ الآن يمكن فصول نهاية تنظيم داعش على النهاية والنهاية القريبة، ولذلك لم يعد بالإمكان احتفاظ بهذا العدد المقاتلين من مقاتلين داعش داخل الأراضي السورية.
لذلك هذا التحذير جاء في اعتقد في الوقت المناسب ولم يكن يعني متاخرا، ويمكن عامل الوقت مرتبط في عامل اللحظات الاخيره من وجود داعش. الحديث في اوروبا ينقسم على اعاده التاهيل او المحاكمه، وهنا القضيه تخضع للراي العام وتخضع للقضاء سواء في الدول الاوروبيه او بالتحديد في بريطانيا. فعلا الموضوع ما زال محل بحث من الجانب الإنساني ومن الجانب أن هؤلاء قد يكونون قنابل موقوتة داخل أوروبا. الحلول المتاحة ليست كبيرة بعد هذه الفترة، خصوصا أن عدد المقاتلين كبير وأيضا لهم دور وخبرة عسكرية واسعة في الميدانين العراقي والسوري، لذلك التخوف من إعادتهم دون محاكمات عادلة دون تأهيل هو المبحث. رئيس ترامب في هذا الوقت أعلن يعني رفع يده عنهم في حالة لم يتم التفاهم على هذا. فرنسا قبل فترة كانت تتحدث بأنها تريد فقط استعادة أطفال هؤلاء المقاتلين الذين ينتمون إلى تنظيم الدولة، لكن عليهم يبدو بأنها غيرت رأيها الآن لتشمل أهاليهم أيضا مع الأطفال الذين يحملون الجنسية الفرنسية. نعم، ونفس الشيء في بريطانيا نفس هذا التوجه. نعم. في خبر آخر، أطلقت الحكومة السورية والقوات التابعة لها أكثر من 300 هجوم باستخدام أسلحة كيماوية خلال الصراع الدائر منذ نحو 8 سنوات في البلاد، حسب ما أفاد تقرير نشرت مضامينه صحيفة الواشنطن بوست. النتائج التي توصل إليها معهد السياسة العامة العالمي ومقره برلين يقدم أشمل سجل حتى الآن فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية المفترضة في سوريا، حيث يبدو أن الحرب الطويلة قد بدأت تتلاشى، ويمكن أيضا استخدام هذه المعطيات كجزء من أي قضايا دولية محتملة حول جرائم الحرب ضد النظام السوري لبشار الأسد. فيما اعتبرته صحيفة القدس العربي تهديدا مباشرا، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تظل مكتوفة الأيدي حيال شراء تركيا التي تعتبر حليفة في الناتو أسلحة من روسيا، وذلك في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن الذي يعقد في ألمانيا. وفي تأكيد جديد على الموقف التركي من محاولة المساومة الأمريكية، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في لقاء تلفزيوني على أن بلاده لن تتخلى عن عقد أبرمته مع روسيا لشراء صواريخ S-400، ومضيفا أبرمنا عقدا مع روسيا لذلك ليس مطروحا بالنسبة إلينا أن نتخلى عن هذا الاتفاق، هذه صفقة معقودة. انتقل التهديد الآن من أوروبا لينتقل إلى تركيا فيما يتعلق بشراء صواريخ S-400. أبعاد هذا التهديد، وهل سيلقى أذان صاغية من تركيا من وجهة نظرك؟ لا أبدا، يعني الرئيس أردوغان واضح في هذا الشأن وأعلن أكثر من مرة، وأيضا كثير من البرلمانيين اتجهوا لنفس الاتجاه بأن المنظومة فعلا العسكرية التركية تحتاج هذا النوع من الصواريخ S-400، وهي عندها ضعف أساسا في هذا المجال العسكري. صواريخ باتريوت التي عرضها كبديل رئيس ترامب على الحكومة التركية لن يفي بالغرض كمتطلب عسكري يحتاج الجيش التركي، ولذلك لن يتم التنازل، خصوصا وأن هناك سابقة الإخوان في تركيا تلقوا طعنة كبيرة اقتصادية جعلتهم يعملون بالند مع الأمريكان، في خصوصا بعد تهاوي الليرة التركية والضرائب اللي الأحادية اللي تمت من الجانب الأمريكي، وكل هذا الضرر لا يمكن أنك تبادله في تقبيل الأيادي. تركيا لها تاريخ طويل وهي حلف استراتيجي بالحلف الأطلسي ومهم جدا، لذلك
قضية الضغط لن تجدي نفعا. نعم. في خبر آخر قالت فيه صحيفة USA Today أن هيثر ناوريت التي اختارها الرئيس دونالد ترامب لتكون سفيرا للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سحبت اسمها من الترشح وسط مخاوف بشأن مؤهلاتها للمنصب الرفيع المستوى. وشكك النقاد بشدة في تعيين ترامب لناوريت قائلين إنها لا تملك خبرة في السياسة الخارجية أو المهارات السياسية اللازمة لمثل هذه الوظيفة الدبلوماسية الرئيسية. أظهر تسريب للبيانات نبه له خبير هولندي في شؤون الإنترنت أن شركة صينية متخصصة في تقنيات المراقبة تتعقب تحركات وبيانات أكثر من 2.5 مليون شخص في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد. وحسب صحيفة اليوم السابعة المصرية تواجه الصين انتقادات حادة من نشطاء وباحثين وحكومات أجنبية وخبراء في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة بشأن ما يصفونه بأنه احتجاز جماعي ومراقبة صارمة لأقلية الويغور ذات الأغلبية المسلمة ومجموعات مسلمة أخرى تعتبر إقليم شينجيانغ هي موطنها الأصلي. في صحيفة لوموند الفرنسية وفي الولايات المتحدة بدأت المعركة على حالة الطوارئ الوطنية وبدأت المعركة القانونية ضد حالة الطوارئ الوطنية التي أصدرها دونالد ترامب الجمعة بعد 15 دقيقة قليلة من صدور البيان الرئاسي في البيت الأبيض. انتفضت النائبة الديمقراطية في ولاية نيويورك لتينيا جيمس ضد ما أسمته إساءة استخدام السلطة وقالت سنقاوم بكل الأدوات القانونية المتاحة لنا. وقال حاكم الولاية جافن نيوسوم للرئيس ترامب كاليفورنيا تضرب لك موعدا أمام العدالة. ننتقل الآن مشاهدينا إلى مقال اليوم بعد هذا الفاصل. مقال اليوم من صحيفة الدستور الأردنية بعنوان واشنطن وطهران أقرب إلى التفاوض وأبعد عن الحرب. يرى فيه الكاتب عبد الحميد المجالي أن المصلحة الوطنية هي القاعدة التي تنطلق منها علاقات الدولية بعيدا عن العواطف. وتاريخ اندماج كل من الولايات المتحدة وإيران في العلاقات الدولية يشير إلى أن الدولتين هما من أكثر الدول ممارسة لهذه القاعدة في علاقتهما الخارجية سواء بسبل الحرب أو بسبل السلام. كلا الطرفين الولايات المتحدة وإيران يرى أنه من الجنون في الوقت الحاضر على الأقل اللجوء إلى الحرب بالسلاح، لأن مثل هذه الحرب ستكون حربا لا نهاية لها، وإن وصلت إلى نهايتها فإنها تكون قد أزالت من الوجود الكثير مما هو موجود. ولهذا يستنتج الكاتب فإن النظر بعمق إلى طبيعة صراع البلدين وظروف كل منهما وتاريخ ممارستهما السياسية والعلاقات الدولية يشير إلى أن البلدين أقرب إلى التفاوض وأبعد عن الحرب. ننتقل الآن مشاهدينا إلى الكاريكاتير بعد هذا الفاصل. نعود لرسام كاريكاتير الأستاذ محمد ثلابي، التعليق على كاريكاتير اليوم، ولك التعليق. يا هلا حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الكاريكاتير اليوم مثل ما نشوف لا للتطبيع، الكويت تعتبر آخر دولة مثل ما صرح المسؤولين في الكويت أن آخر دولة تطبع مع الكيان الصهيوني، فسويت أن الصهاينة أو الإسرائيليين يحاولون السلام على العلم الكويتي لكن رافض هذه الشغلة. وهذا الواقع اللي احنا قاعدين نعيشه من مسؤولين ككويتيين، وايضا كذلك اللي احنا قاعدين نسمعه في برامج التواصل الاجتماعي. وهذه اللي هي سعت الكويت له يعني من زمن طويل انها متمسكه برايها اللي هو لا للتطبيع مع النظام الصهيوني. نعم دكتور، اذا كان لديك اي تعليق. استاذ محمد اختصر فابدع فقط. إذن مشاهدينا بهذا الكاريكاتير وصلنا معكم إلى نهاية هذه الحلقة من منشية الصحافة. أشكر ضيفي الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور فيصل الشريفي على تواجده معنا، رسام الكاريكاتير الأستاذ محمد ثلاب، وأشكركم على طيب المتابعة. في أمان الله.